كيسني خصني انا هو النبوي. لا ما نقولش قضاه راه دابا اللايف متلوق اخويا، دابا اللايف متلوق ايما يطلعوا الناس ونبداو. مرحبا بكم متابعينا الاوفياء، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من اقليم شتوكايت باب. بطبيعه الحال في حادث اخر اللي هز المنطقه بعدما تم العثور على جثه طفل يبلغ من العمر 13 سنه داخل بركه مائيه، والوفاه يعني في ظروف غامضه ومجهوله. واليوم معنا الاب ديال الضحيه اللي غيتحدث لنا على الوفاه ديال الابن ديالو وكيف تمت هذه الوفاه وما هي ملابسات الحادث الذي لا زال يرخي الظلال ديالو على النفسيه ديال هذا الاب المكلوم بعدما فقد فلذات كبده في هذه الظروف الغامضه. فبغيت كلشي بارطاجي هذا اللايف لانه صراحه لايف مؤثر جدا بعدما اهتزت المنطقه على وقع حادث مفجع وبالضبط بمنطقه تنالت. مرحبا سيدي، حاول تقربنا من. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي المغاربه واخواتي المسلمين، بغيت كنت نصحوا الله يرحم لكم الوالدين الا ما ديروا معايا سميتو ديالكم الضمير ديالكم وعطيني شويه ديال الوقت. شوفوا هذا المشكل، هذا المشكل ما بغاش عاويس، ما بغاش يتنسى ليا. واخا عنده الاقدميه، الدري جاي من المدرسه نقلته النقل المدرسي حطاته في واحد المنطقه نائيه وباش غادي يمشي للدار ديالو راه خصو 4 كيلومتر ونص. مشى دار واحد الاسكان يعني ارتاح عند شي ناس تما دي فاميلا ديال مو، صوت مع المجرم عنده السوابق بالاجرام، جا من الرباط دار واحد البلاصه منطقه فهمتي، واحد المنطقه واعره فهمتي، ما توصل الوقايه المدنيه ما وصلتلوش الا بالزلزال الدرك الملكي. تحرش به الدري انفعل، ضربوا واحد الضربه ملي خافي تفضح، ضربوا واحد الضربه. كيفاش تشدوا؟ المهم طيحوا تما، رجع للدار قال لهم راه مشى الدري، مشى للدار، جا لذاك الدار فاش كان، قال له الدري، الدري اللي مشيت معاه راه طاح في الماء كيسيد الحوت. اش من صحيح؟ فين غيكون السبيب تما؟ فين غادي تكون البركه؟ كيفاش غيسيد هذا الدري؟ والدري عنده سوابق ديال الاجرام. كيفاش واش شدوا؟ اشنو عاود لينا من الاول، كيفاش تشدوا؟ اشنو دار؟ شدوا هذا تصاوت معاه في الدار، دار ولدي مشى لدار فهمتي فاميلة امو ياك، لقى ذاك المجرم ذاك اللي فهمتي عنده 44 سنه لقى في الدار، دار معاه ذاك القدوم مهم كاسكروت ولا مهم، داروا معاه ذاك كلها خفيفه، خرج معاه قال له واش ندوروا هنايا. وذاك المنطقه ذاك الدار بوحده اللي كاين في ذاك الدوار كاين حدا البحر، حدا الواد، حدا الواد وامتي واحد المنطقه واعره، قلت لك الوقايه ما وصلتش ذاك البلاصه. فاش دار الواد شنو دار ليه؟ تحرش به يعني الدري سميتو مفاعل وكيغوت، شدو بقى تيضرب يخش غير بوجهو، شدو انا بالتشريح الطبي ديال مستشفى الحسن الثاني وجهو كيدار كل شيء بتقوم. وقلتها لذاك سميتو الطبيبه ديال تما ديال التشريح الطبي، قلت لها ودي دير شي، قالت لك اودي حاجه شي راه عاطيني القسم اللي كاين غادي نقولها لك، غنقول لك ولكن هذا الشيء تعطى فهمتي دخلت فيه ولا. المهم انا ما فهمتش هذه القضيه يعني فاش سميتو تحرش به شنو دار من بعد؟ باش ضربوا؟ ضربوا ما كنقول لك، نقول لك ضربوا بحجره ولا الدري 44 عام 13 عام يقدر يضرب بوليه، مهم ضربوا بحجره ولا مهم جاتوا من الراس. ايوه ومن بعد فين لاحوا؟ لاحوا في الضياء ديال الماء، الضياء ديال الماء في المنطقه تقول لك يقول تمدا، الضياء ديال الماء فيها درك 2 متر ونص. ملي مشاو الدرك الملكي مشيت عندهم والوقايه المدنيه قلت له ودي شحال كاين فيها الماء؟ قال لك كاين فيه 2 متر ونص. هذاك المجرم ما غاديش يعتقوه الا طاح كاع كيسيد الحوت، ماشي قلت 5 متر، 2 متر ونص راه هادشي مازال الوثائقي كلشي محتفظين عليه، انت عندي الملف ديال هادشي كلشي. ولكن باش عرفتي انت راه ضربوا ولاحوا تماك؟ حيت ما حضر لهم حتى واحد. ما حضر لهم شو هادشي ديال اسميتو، انت قلت لك الجمعيات ملي شافوا اللي قال لك ها دري. لا ولكن يعني كانوا بجوجهم باش تعرف انت باللي راه ضربوا ولاحوا. وجهو الضربه قلت لك انت الضربه راه مجرم كان كيهضر. وقلت لك علاه الدري كيفاش غادي يجي طاح طاح كيسيد الحوت؟ فاش كاين شي حوت؟ اش من الحوت اللي كاين؟ يقدر يكون زلق وطاح. لا 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 لا, لا. ومشى معاه وتيقول لك في القانون مرافقه القصير عند الخطر يعتبر جريمه. علاش هو يلا دري 13 عام ولا شدها كاع ديك البلاصه وشحال؟ راه غنجيب لك كاين تصور ديال الدرك الملكي اللي صوروا ذاك البلاصه فين غادي، شحال ديال الحجر، شحال ديال الاركان، شحال ديال حتى وصل ذاك البلاصه. ايه فاش جبدوه اشنو داروا؟ واش جبدوه وتعتقل السيد؟ جبدوه، ملي جبدوه لقى الدري ما عند ما لقى
البيل لقاو عندهم في الدكاك ولا الصداره، راه مشيت عند مناسب لقيتو الكاش لقيتو في الجيب ديال الدري شي الصداره ولا تسمي ديال لقينا عنده البي الدري 13 عام كاين مازال كيلعب بلي خرجوك داك اللحظة ما كنتش عيطوا عليا الدرك الملكي مشيت الصباح قال لك اودي هذا اش لقينا هذا اللي كان معك وانت اودي هذا انت هذا غادي انت غادي تعتقلوه حتى ندير التشريح الطبي وفعلا داك الشيء اللي درت ولكن قلت لك انا ما فهمتش في هذا الشيء وتعتقل المجرم جابوا سميتو جابوا المحكمة الاستئناف ديريكت قاضي تحقيق على اعتقلوا ذاك الساعه ومهم قلت لك انا شي ما فهمتش تدخلات ولا داك الشيء 6 شهور يدوز نزلنا في المحكمه الاولى الثانيه الثالثه على الاخر قال لك براء قول لي علاش براء قال لك اودي طاطا ما كاينش قلت له اودي انا كافيني قاضي التحقيق اللي خرج عنده اللي فهمتي نتفقلوا دوزنا عليه انا وياه بواحد قتل العام عند قاضي التحقيق مع سبق الاصرار والترصد في مكان خالي من المره هذا الشيء راه هذا الشيء قلت لك راه قلت لك انا سبت تبعت الملف ديالي حتى محكمه النقد ورئيس النيابه العامه رئيس النيابه العامه رد عليا قال لي ودي الملف ديالك ماشي رفضناه ولا ما درتيش البي ما درتيش المحامي مقبوله محكمه النقد ومشيت للرباط الطلبيه جوج ديال انا ماشي في الاستطاعه ديالي دابا كنشوف الله يجازيكم بخير اللي غادي هذا الشيء انا ما بغاش تقبلوا شي انسان اللي ما عندوش الامكانيات ما يبسطش ما يطلبش واش ولات حنا عندنا واش حنا دابا ولات عندنا الغابه القهويه كنت ضعيف وانا ما فهمتش انا هادشي انا ما فهمتش انا بغيت تسمو لي الناس انتي ولا شي جمعيات ولا شي واش ولدك يعني ولدك ما خداش حقه؟ ما حدا حقه ولا سنتيم واحد ولدك ما سكت انا ما فهمتش اش دار اش داروا دابا في الدوسي اش داروا في الدوسي دابا؟ الدوسي قال لك هادشي باش قال لك اولدي رجع لي الدوسي ورجع لي رئيس النيابه العامه كتب لي اولدي قال لك الملف ديالك انا انتي خصو المحامي المقبول لا دابا حكمت ولا جمعيات ما تقيش ولد ولا جمعيه اللي دارت لي المحامي ديال هنا ولا هي الرباط ما تبعو حتى محامي قال لك هو الرباط خصني تبعو محامي مقبول دابا ما جبناش حتى ومشيت للرباط قلت له ولدي ها هو ها الملف ديالي تبعوه ولا خرج لي التعويضات خذوا قال لك لا حنا بغيناه دابا قال لك بغينا سميتو المصاريف ديالنا حتى دابا انا ما فهمتش وانا ما بغيتش تبيب لي شي يقول واحد الدوله يعني حق القانون يعني من بعد حق القانون ماشي هو هذا يعني من بعد 6 شهور يعني خرج السيد براءه براءه هو هذا الشيء قلت لك انا الملف رجع ليا مودة رجع ليا الملف بدون هكا بدون شنو كطلب دابا سيدي شنو كطلب؟ بالله سبحانه وتعالى هو الاول والمؤمنين ولا شي يتقي ليا باش اعاده النظر في الملف وين وين خص المحامي يجي جوج واحد يدير لي المحامي انا ما بغاش الله يتصرف ليا هذا الشيء وما نقبلش الجثه ديال الدري يمشي ضحيه 13 عام الجثه ديال الدري شنو فيها في الراس ديالو واش فيه شي ضربه؟ وجهه كله مخرج ايه والراس؟ والراس راه قلت لك ما انا شفت انا ما قدرتش مازال نشوف غير طلعت فسميتو مركز المواطنات من الحسن الثاني غير طلعت على وجهي لقيت وجهه ديال بولدي كيفاش دار ما قدرتش مازال نشوف وجه ديريكت عند الطبيبه سميتي الطبيبه ديال الشرح الطبي ليلى قالت لها ودها اش كاين ما تذكرش سميه الله يرحم لك الوالدين سيدي الله يرحم لك الوالدين راه هضرنا معاك قلنا لك سميه لا الطبيبه الشرعيه ديال الحسن الثاني قلت لها ودها هذا الولد كيفاش دار قالت لك اودي حنا كنديروا عليه القسم اللي لقينا في الدري غادي نديرو ولا انا هادشي ما في انا امتي قلت لك انا الدري كنشوفو كيفاش خرج لا اله الا الله وهادشي قلت لك كنطالبو مراجعه الملف مراجعه الملف مراجعه الملف الملف باش ما كان يعني دخل شي مؤمن ولا الدوله ولا اي حاجه انا ما فهم انا ما نقدرش نسمح في ولدي علاش يمشي ضحيه علاش يمشي ضحيه ومجرم عنده 44 عام وعنده السوابق في هذا الشيء ديال الفساد عنده سوابق عنده سوابق في فهاد المهنه كل قلتي غير شي واحد انت والثانيه قلت لك علاش دا لذاك المنطقه علاش دا لذاك البلاصه ما وصلوش الدرك الملكي بواحد الشقه ولا حتى الوقايه المدنيه ومرافقه القصير عند الخطر يعتبر جريمه هو دا تما على ناوي في راسه داك الشيء ناوي وهذا الشيء اللي كنطلب ولا اله الا الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.